السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير بهذه المناسبة تاع فصل الصيف. هذا الحر كنقترح عليكم واحد البودين ديال الشيا سيس، هذا البودين بارد واحد يتبرد به في هاد الموجة اللي جايانا تاع الحرارة، يعني بسيط ما كي غير مكلف، يعني حاجات بسيطة. غادي نبدا معكم المقادير على بركة الله. غادي نحتاجو واحد جوج المعالق ديال الشيا سيت، غادي نحتاجو ربع كاس ديال السكر، غنحتاجو نصف كاس ديال الماء، وغنحتاجو ربع كاس ديال السيروب لكم الاختيار. انا بالنسبة لي درت السيروب تاع اللوز، هذا نتوما اي نوع ديال السيروب كيعجبكم تاع اي نكهة تاع الفاكهة يمكن لكم ديروه. وعندي جوج كيسان ديال الماء، وغادي نحتاج الاغاغا، هذا جيلاتين ديال الطحالب تاع البحر، يعني حليب جيلاتين طبيعي. غادي نمشي معكم الطريقه على بركه الله. غادي ناخذ هذوك جوج معالق ديال الشيا سيت كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف لهم هاد نصف كاس ديال الماء، وغادي نخليهم على جنب حتى يضاعف ليا الحجم ديال هاد الشيا سيت، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملو. دابا غناخد اخواني اخواتي هاد جوج كؤوس ديال الماء كيف ما كتشوفوا، غادي نحطهم في واحد الطنجره، من بعد اخواني اخواتي غادي نضيف داك الثلث ديال الكاس ديال السيروب كيف ما قلت لكم، لكم الاختيار تاع اي نكهه تاع الفواكه كتبغيو يمكن لكم تستعملوها. وغادي نضيف ربع كاس تاع السكر سنيده، وغادي نضيف هاد الجيلاتين النباتي اللي قلت لكم واحد الملعقه، بعد غادي نبقى نحرك هاد الخليط ديالي حتى يغلى، وغادي نمشي معكم المرحله الاخيره كيفاش غادي نحصلوا على هاد البودين ديال الشيا سيت. ما قلت لكم هاد اخواني اخواتي هاد الجيلاتين النباتي كي صنعوه من طحالب البحر، يعني جيلاتين حلال. غنبقى مستمره في التحريك حتى يغلى ليا هاد السيروب ديالي، ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا النتيجه اللي غادي نحصل عليها في الاخير. هانتوما اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا هاد السيروب ديالي بدا كيغلى، ماشي عند الوقت الغليان صافي غادي تحيدوه، كتبقاو تحركوا واحد شويه حتى ما كيبقاش دوك الفقاعات. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي دابا هاد السيروب تاعي وجد، انا غادي نمشي معكم غنطفي عليه النار وغنمشي معكم للطريقه الاخيره كيفاش غنحصلوا على هاد البودين ديال الشيا سيت. خليكم معايا. هانتوما اخواني اخواتي غادي ناخذ داك البودين داك العفو داك السيروب تاعي، غادي نوضعو في واحد الاناء، كما كتشوفوا من بعد اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا هذيك الشيا سيت جوج معالق تاعنا وصلت، خليتهم في نص كاس تاع الماء حتى حصلت على هذه النتيجه هذه. من بعد غادي نوضع هذا الشيا سيت ديالي
في هاد السيروب. هانتوما اخويا اخواتي، من بعد كناخذ هاد الشياسي تاعي وكنوضعها في هاد السيروب. يعني طريقة بسيطة ما كتاخدش الوقت كتير. بعد كنحاول هاد الشياسي نوزعها على هاد السيروب كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نخليها حتى تاخد درجة الحرارة ديال المطبخ، وغادي نوضعها في الثلاجة ساعة المكانة، ومن بعد غادي نرجع لكم باش تشوفوا النتيجة تاع هاد البودين تاع الشياسيت. شوفوا هنايا هاد الشياسيت باقا متراكمة، خاصني نوزعها حتى تكون بخليط متجانس مع هاد السيروب هذا. من بعد ما جهز عندي هاد البودين ديال الشياسيت غادي نرجع معكم. هانتوما اخواني اخواتي، كيف ما كتشوفوا هذا هو البودين ديال الشياسيت كيف كتشوفوا، كيجي الشكل ديالو جميل ولذيذ في نفس الوقت. وكيف ما كتعرفوا بان الشياسيت كتساعد على تخسيس الوزن، كنصح الاخوان والاخوات انهم يتعاطوا لهذا النوع ديال هاد الحبوب لانها صحيه وكتساعد على بزاف ديال الاشياء، كتخسيس الوزن، يعني كتعطي الطاقه، كتحارب الامراض. كنتمنى اخواني اخواتي تكون عجبتكم هاد الوصفه تاع اليوم، وكيف ما العاده ما تنسونيش بالتعليقات الجميله ديالكم واللايكات. كاينين شي بعض الاخوان غير كيكتبوا لي التعليقات وما كيديروش اللايك، واللايك من الضروريات، يعني كنظن ان اللايك ما غاديش تخسروا عليه حتى شي حاجه، يعني فري مجاني ماشي بالفلوس. انا غنقطع لكم هاد البودين ديال الشياسيت باش تشوفوا كيف كيجي في الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. هانتوما اخواني اخواتي، يعني هاد النوع ديال الجيلاتين ديال طحالب البحر، يعني نباتيه وحلال، يعني ما عندكم ناش تخافوا، يعني صحيه كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي كيف كيجي الشكل ديالو. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة، وموعدنا إن شاء الله في وصفة تانية. شكرا ومع السلامة.